بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في هذا الفيديو سنكتشف معا كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين صناعة أشباه النواقل الإلكترونية اللي سمي كوندكتور إلكترونيك. سنتعرف على دور التعلم العميق والشبكات العصبية بتصميم وتحسين الدوائر الإلكترونية اللي سيركوي إلكترونيك وأداء الأجهزة المختلفة. سنستعرض بإذن الله أمثلة حية للدوائر الإلكترونية التي استفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أداء أكثر كفاءة واستهلاك أقل للطاقة. هذه لأنه طرحت علي الكثير من الأسئلة حول الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المستقلة، تكنولوجيا النانو، كيفاش يستعملوا. رايحين كاين فيديوهات إن شاء الله على هذا المجال، حتى مجال الإعلام الآلي إن شاء الله. أولاً أعزائي، أقدم كلمة شكر لأحد المتابعين المتميزين. أقول لك شكراً جزيلاً لك السيهواري على هذه الفكرة الرائعة، لأن الفكرة جاءت من عنده، التي كانت السبب في إنجاز هذا الفيديو. أقدر جهودك السيهواري وتعاونك في تطوير المحادثة وإثرائها بالمحتوى. أتطلع دوماً للمزيد من التعاون والإثراء العلمي من طرف المتابعين المتميزين. شكرا لك مرة أخرى، وربي يوفقك في مشوارك في التعليم العالي إن شاء الله. أقدم لكم في آخر الفيديو بونيس، أي مصطلحات علمية باللغة الفرنسية العربية والإنجليزية. أعزائي الطلبة المتابعين، تعتبر صناعة أشباه النواقل الإلكترونية من أهم الصناعات التكنولوجية في العالم الحديث. النواقل الإلكترونية لكوندكتور إلكترونيك، حيث تؤثر بشكل كبير في تطور الأجهزة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة. لذلك جاءت من هذا كلمة التخصص اللي مدوكم التكنولوجيات المتقدمة. ومع تزايد الطلب على الأجهزة الذكية والتكنولوجيا المتطورة، أصبح أعزائي من الضروري تحسين عمليات تصميم وتصنيع أشباه النواقل لسيمي كوندكتور وزيادة كفاءتها وأدائها. هنا أعزائي يأتي دور الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحقيق ذلك. يستخدم الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال الرمز تاعو AI في صناعة أشباه النواقل أي سيمي كوندكتور لتحسين العديد من الجوانب التكنولوجية والإنتاجية، منها تصميم أشباه النواقل conception de semi-conducteur semi-conductor design. يمكن أعزائي استخدام التعلم العميق l'apprentissage profond deep learning في تصميم أشباه النواقل بطريقة أكثر دقة وكفاءة. الذكاء الاصطناعي يمكن من ماذا؟ من تحسين عملية التصميم بتحليل البيانات التجريبية والمحاكاة العددية للهياكل الإلكترونية المعقدة، وبالتالي يمكن تحسين أداء الشرائح وتحقيق أفضل أداء وأقل استهلاك للطاقة. تحسين جودة الإنتاج amélioration de la qualité de production improvement of production quality. يمكن أعزائي للذكاء الاصطناعي تحسين عملية التصنيع لأشباه النواقل سيمي كوندكتور من خلال تحليل البيانات الإنتاجية واكتشاف العيوب المحتملة في العمليات. هذا يساعد على تقليل نسبة الأخطاء ورفع جودة المنتجات النهائية. تحسين أداء الدوائر الإلكترونية amélioration des performances des circuits électroniques improves the performance of electronic circuits. أعتذر على النطق باللغة الإنجليزية، هذا ما نقدر. المهم، الذكاء الاصطناعي أعزائي يعزز أداء الدوائر الإلكترونية القائمة على أشباه النواقل لسيمي كوندكتور. فبفضل تقنيات التعلم العميق والشبكات العصبية يمكن تحسين أداء الأجهزة وزيادة سرعة المعالجة
وتحسين الاستجابة. الآن نعطيكم بعض الأمثلة على الدوائر الإلكترونية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. عندنا وحدات المعالجة المركزية اللي نوصلهم بالCPU، معناتها Central Processing Unit، Unité Centrale de Traitement. تستخدم أعزائي تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تصميم وأداء وحدات المعالجة المركزية، مما يزيد من سرعة التشغيل ويقلل من استهلاك الطاقة. الشرائح الرسومية اللي نمزغلها GPU بلونغلي GPU Graphic Processing Units Unity de Traitement Graphic، كما في الميكرو اللي يسموهم لكارت غرافيك، كاين اللي سوا غاليين بزاف يعني السعر تاعهم غالي. تستخدم أعزائي طلبة تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الشرائح الرسومية وزيادة قوة معالجة الرسومات في الأجهزة. وراني داير لكم في الصورة هنا، هذيك كارت جرافيك غالية جدا، خاصة يستعمل لجيمر ليلعبوا الألعاب. وحدات المعالجة المركزية المصغرة ميكرو كنترولر يمكن أعزائي استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم وبرمجة وحدات المعالجة المركزية المصغرة، هذا لتحسين أداء الأجهزة الصغيرة مثل الأجهزة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء إلى آخره. الآن أعزائي نعطيكم بعض المصطلحات احتفظوا بها، مهمة جدا جدا، خاصة اللي تبعوا الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المستقلة، الإعلام الآلي، التكنولوجيا النانو، هذه مهمة جدا جدا لكم، الرياضيات إلى آخره. المهم عندنا المصطلح الأول الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، نرمزلو بAI الانتليجنس Artificial. عندنا أشباه النواقل Semiconductor، وعندنا الدوائر الإلكترونية المندمجة اللي هي Integrated Circuits، نرمزوا لها بEC، هما اللي سيركوي انتجري ومن على اليمين في الصورة. عندنا كذلك الشبكات العصبية، لاحظ عصبية جاية من كلمة عصب نيرون، شوف الرسم اللي راهو على اليسار جاية شبكة، لاحظ شبكة بالانجلي Neural Networks وبالفرنسي Réseau de Neurones. عندنا كذلك تصميم أشباه النواقل أو سيمي كوندكتور ديزاين، أو على اليسار يعني هذا تصميم تاع شبه أشباه النواقل، شبه الناقل يعني، متطور جدا جدا، كونسيبسيون دو سيمي كوندكتور. عندنا تصنيع أشباه النواقل سيمي كوندكتور مانيفاكتورينغ، فابريكاسيون دو سيمي كوندكتور، تحليل البيانات داتا اناليزيس، اناليز دي دوني، ومحاكاه الهياكل الالكترونيه الكترونيك ستركتور سيميليشن الكترونيك دو ستركتور. كذلك استهلاك الطاقه باور كونسبشن كونسوماسيون دي انرجي، مره اخرى اعتذر على النطق باللغه الانجليزيه. عندنا الأجهزة الذكية Smart Devices و Appareil Intelligent، وعندنا تكنولوجيا التصنيع Manufacturing Technology، تكنولوجي دو فابريكاسيون. عندنا كذلك تحسين أداء الأجهزة Hardware Performance Enhancement، Amélioration de Performance Material، عندنا تحسين جودة الإنتاج Improvement of Production Quality، Amélioration de la Qualité de Production. عندنا التكامل المعاكس Reverse Engineering Retro Engineering، عندنا تحسين سرعة المعالجة Processing Speed Optimization Optimization de la Vitesse de Traitement، وأخيرا العيوب في عملية التصنيع manufacturing process defects défaut de du procédé de fabrication. في النهاية أعزائي الطلبة، يظهر استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة أشباه النواقل تطورا مذهلا يعزز من أداء الأجهزة الإلكترونية،
ويسهم في تقدم التكنولوجيا وتحسين حياة البشرية بشكل عام، حيث تتوقع الصناعة المزيد من التقدم والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء أشباه النواقل والأجهزة الإلكترونية في المستقبل بإذن الله. أعزائي الطلبة، إن شاء الله إلى أن ألتقي بكم في طرح علمي آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.